السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كلنا عارفين من امبارح والأندية المفروض إنها بتكلم نفسها، المفروض ان المسؤولين يعني في الانديه، يعني ممكن يكون نادي الزمالك لو هو في حد يهمه مصلحه الزمالك زي النادي الاهلي كده. النادي الاهلي من امبارح من بعد الخطاب اللي ارسله الكاف لاتحاد مصر لكره القدم واعلن فيه ان مفيش استثناء لمد فتره القيد، لا الانديه مصريه ولا الانديه هنديه زي اللي كان بيقول عليها انا بريده، كله ضحك ونصب وكلام يعني تثبيت للانديه وفي الاخر هتيجي وتطبل على دماغ الانديه. يعني كنت فاكر واحد من الناس ان القيد هينتهي مثلا او هم رفعوا الغرامات اللي المفروض اللي على الانديه لكن ما فيش حاجه تمت. كنت فاكر انهم مدوا القيد لحد 30/7 لكن لا، ده القيد الاساسي او الفتره هم قالوا من واحد ل 10 ده القيد، من 1/7 ل 10/7 ده القيد الاساسي، ومن 10 ومن 11 ل 20 تدفع غرامه $250 على كل فرد هتضيفه، ومن 20 ومن 21 ل 30 هتدفع $500 على كل فرد هتضيفه. يعني كده بقى يعني $500 كده النادي الاهلي لو هيسجل مثلا قايمه مثلا من 25 لعيب هيدفع 500 عن كل راس، يعني هيدفع له بتاع حوالي 12 ونص 12000 دولار ونص. ده على يعني تعالوا نشوف النادي الاهلي بعد ما عرف الكارثه وان مفيش اي حاجه حصلت ولا في 5/8 زي ما كان بيقول هنا بريده والخطاب الرسمي وصل، بعد خطاب النهارده للاتحاد المصري لكره القدم بيطلب فيه ثلاث طلبات عاديه. يعني قال لك ايه؟ ارسل، ده نص الخطاب او التفاصيل بقى من على موقع النادي الاهلي. قال لك ارسلت اداره النادي الاهلي ظهر اليوم خطابا لاتحاد كره القدم للاطلاع بمسؤولياته تجاه العديد من الامور الخاصه ومشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية لموسم 2019-2020. جاء خطاب الأهلي لأنه حذر كثيرا في وقت سابق لضرورة تدارك الموقف وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية الحالية، وكلنا شاهدين وعارفين موقف النادي الأهلي ولما هدد بعدم استكمال الدوري والناس طلعت تتريق عليه لو راجل انسحب يا خطيب، وشغل خف الدم وشغل ناس جهلة مش فاهمة حاجة. الخطيب لما كان بيتكلم ما كانش بيتكلم لمصلحة الأهلي، كان بيتكلم لمصلحة الكرة المصرية، كان فاهم وعارف غير الناس الجهلة اللي كانت بتهاجمه عن جهل وعن غباء. والنهاردة بيقول يا ريتنا سمعنا كلام الخطيب وخلصنا. ليه الخطيب كان بيطالب بالكلام ده كله والاتحاد المصري قال الأهلي معاه حق؟ ليه؟ علشان ما نتحطش في المأزق ده. كنا خلصنا الدوري من بدري قبل 15/6 وكان قدامنا بقى كل الفتره من 15/6 دي بقى فتحوا القيد من 1/7 ل 10/7 كنا مفضينا وخلصنا ولا كان في وش ولا. لكن دلوقتي قدامك 3 ايام، يعني تعال الدوري يخلص يوم 8 عندك 29 و30 يمكن يومين كمان. قال لك حتى لا تقع الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه في مأزق وتتمكن من قيد لاعبيها افريقيا في الفترات القانونيه المحدده من كاف دون غرامه، ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الافريقيه بدءا من الادوار الاولى. طب انا دلوقتي هايد، طب اللعيبه بتاعتي دي هتلعب في الادوار الاولى صحيح ولا هنلعب في انهي ده ولا هنلعب؟ مش فاهم يعني، انا مش فاهم بالظبط احنا هنعمل ايه. تمام، ما فيش حاجه تعدل، يعني اللعيبه اللي هتضيفها بعد كده مش هتلعب في الادوار الاولى، دور 64 مثلا ولا 32، فهيلعبوا من دور المجموعات مثلا. يتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركه في البطوله الافريقيه بدءا من الادوار الاولى، لكن اتحاد الكره في ذلك الوقت لم يعبأ بخطوره الموقف. فعلا هانا بريده واللي حواليه وبتاع قعدوا يمطلوا 10 ايام على بال ما يردوا على النادي، لان النادي الاهلي قدم لهم خطاب فيه طلباته لو ما عملتوش كذا 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 ممكن ما استكملش الدوري او مش هستكمل الدوري. طب يستنوا يرد عليه والناس يقول لك الاهلي ما انسحبش ليه؟ الاهلي مستني جواب رسمي برد الاتحاد المصري لكره القدم. بعد كده النادي الاهلي راح عامل اجتماع ورد بقى، قال لك ما ينفعش هنصعد الموضوع. هنا لما قال هنصعد راحوا متحركين. طب ال 10 ايام اللي كنتوا نايمين فيهم فين؟ كنا زماننا لعبنا مبارياتنا وخلصنا بدءا من الاداره، ولكن الاتحاد المصري في ذلك الوقت لم يعبأ بخطوره الموقف.
واستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية، اللي هو النادي الزمالك اللي تأجله كان ممكن ده بقيله 3 ماتشات، 3 ماتشات لو كنا خلصنا مخلص البطولة الكونفدرالية يوم 26/5، 26/5 والمعسكر كان يوم انضموا 6/6، كنا قرصنا شوية على أجيال اللي خربها كانت 10/6، هنخلصوا ال5 ماتشات اللي له. لكن احنا فضلنا نأجل من مقاولين مرتين ونأجل الإنتاج الحربي مرتين بعد ما مضى على إقرار مرتضى منصور، ولا حياته لو عاملين نأجل وادي آخرته. لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت لم يعبأ بخطورة الموقف واستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية. المباريات المؤجلة هي مؤجلة فعلا، يعني الإنتاج الحربي اتأجل راح مأجلها له تاني، طب المقاولين متأجلة راح مأجلها له تاني لبعض الأندية، ولم يراعي مبدأ تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص في إن أنا ألعب الجولة الأخيرة للدوري في كله في وقت واحد، علشان الفرق اللي هتهبط مفيش حد فرقة تفوت لفرقة، والفرق اللي على المقدمة برضو مفيش فرقة تفوت عاوز الفرقة تكسب فرق، الكلام ده كله لا فرق اللي بتصارع على الهبوط ولا الفرق اللي بتنافس على البطولة، كله توقيت واحد. غير ان انت دلوقتي زنقتني وقلت لي العب، الفرقة التانية ما زنقتهاش، اجلت لها زي ما اجلت لي حقيقة عملتها زمان، لكن لما جيت قلت لي هم طلبوا منك بيراميدز وتركي اذنوا الاهلي مش لاعب غير لما الاهلي يلعب، مرتضى منصور طلع قال لك انا مش لاعب غير لما الاهلي يلعب مؤجلاته، الاهلي لعب كل 48 ساعه وكل 72 ساعه وهم نايمين في البيت، وهو ما نفذه الاهلي على مدار 8 مباريات، قال لك ولا يعني ولم يراعي مبدا تكافؤ الفرص ولا العداله ولا تطبيق الفارق الزمني المحدد عند اقامه المباريات المؤجله اللي هو 72 ساعه، وهو ما نفذه الاهلي على مدار 8 مباريات ولم يلتزم به غيره نادي الزمالك طبعا، وتم اهدار الكثير من الوقت الذي كان يكفي لاستكمال المسابقه وحل كافه الازمات وإزاء القرارات المتضاربة للاتحاد حينذاك. قرر النادي اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات المعنية كافة، وبدأت بلجنة التظلمات باتحاد الكرة، والنهاردة لجنة التظلمات طلعت قرارها وقالت إنها بتأيد كل كلام النادي الأهلي وبتطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بالالتزام باللي جه في بيان. طب هيلتزم ازاي؟ الاتحاد المصري لكرة القدم التزم ان هو هيخلي القيد يبقى 5/8، اجل القيد في 5/8، طبعا كل ده فنكوش، هيلتزم في ده احنا استفدنا ايه بقى؟ على راي مرتضى منصور واسمه انا استفدت ايه؟ ولم يلتزم به غيره، وتم اهدار الكثير من الوقت الذي كان يكفي استكمال المسابقه وحل كافه الازمات وازاء القرارات المتضاربه للاتحاد حينذاك. قرر النادي الاهلي اتخاذ الاجراءات القانونيه امام الجهات المعنيه كافه، وبدات بلجنه التظلمات باتحاد الكره ومركز التسويه القانونيه امام الجهات التسويه والتحكيم للحفاظ على حقوق النادي وتحقيق العداله من كل الانديه المتنافسه. في نفس الوقت تحصل الانديه المصريه المشاركه في بطولات كاف البطوله الافريقيه، البطولات الافريقيه سواء كونفدراليه او كاس او دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا، على حقوقها المشروعه بقيد لاعبيها في الموعد المحدد وفقا للائحه الاتحاد الافريقي. في المقابل لجا اتحاد الكره الى حلول لا تتفق مع اللوائح، ووعد بانهاء ازمه القيد الافريقي واستثناء الأندية المصرية في قيد اللاعبين حتى 5/8/2019، لكن أمس تفاجأ الجميع ببيان الاتحاد بأن كاف رفض استثناء الأندية المصرية وأن فترات القيد التي حددها في السابق هي التي سيتم تطبيقها على الجميع. لذا جاء خطاب النادي الأهلي اليوم لاتحاد الكرة وتضمن ما يلي بالإشارة إلى لائحة قيد وتسجيل لاعب الأندية المصرية المتأهلة والمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية موسم 2019-2020 والصادرة من الاتحاد الأفريقي بتاريخ 24/4/2019، والتي تتضمن مواعيد قيد لاعبي الأندية المتأهلة المشاركة في البطولات المذكورة عليها على النحو التالي: الفترات من 1 ل 10 يوليو 2019 تسجيل قائمة الفريق الأساسية، من واحد لحد 10/7/2019 تسجيل قائمة الفريق الأساسي، الفترة من 11 ل 20 يوليو 2019 تسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة $250 عن إضافة كل لاعب ويحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية، يعني كده هيلحقوا المشاركة لو من يوم 11 ليوم 20. الفترة من 21 ل 30 يوليو 2019 تسجيل وإضافة لاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة $500 عن إضافة كل لاعب ولا يحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية وتبدأ مشاركتين بدءا من الأدوار المجموعات. واستنادا الى البيان الرسمي الصادر من الاتحاد الموقر بتاريخ 9/7/2019 والمتضمن رفض الاتحاد الافريقي ماده لسه امبارح
مد فترة القيد للأندية المصرية بصورة استثنائية مما يترتب عليه استمرار عمل بلائحة حد أفريقيا الصادرة بتاريخ 24/4/2019 وكل ما ورد فيها من شروط وتوقيتات ملزمة للأندية المؤهلة للمشاركة، وحيث سبق للنادي الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 8/6/2019 بموجب خطاب رسمي تضمن التحذير من استكمال مسابقة الدوري العام بعد 30/6/2019 وذلك تجنبا لأضرار جسيمة محقق وقحة تضر بالأندية المصرية المشاركة في البطولة الإفريقية أبطال الدوري والكونفدرالية، وهو الأمر الذي يهدد استقرار الرياضة المصرية بصفة عامة. وحيث أن النادي الأهلي هو متصدر بطولة الدوري المسابقة الحالية موسم 2018-2019 وهو النادي المؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدوري المؤجلة، كما أنه بطل النسخة السابقة من مسابقة الدوري العام موسم 2017-2018، وعليه رجاء التفضل بالموافقة على دي أول طلبات النادي الأهلي، ثلاث طلبات: فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الإفريقي وفقا لوائح المنظمة المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال 2019-2020، افتحوا لنا باب القيد المحلي عشان يسجل اللعيبة وبالتالي نسجل اللعيبة على في إفريقيا. طب هل يجوز برضه، أنا ما فهمش في القصة، هل يجوز مثلا فتح باب القيد قبل الدوري ما ينتهي؟ اثنين، موافقتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الإفريقية المذكورة، بعتوا لنا جواب بيفيد إن الأهلي خلاص قلت الأهلي بيشارك. ثلاثة، اعتبار الأمر هاما وعاجلا للغاية حيث أن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية اليوم 10/7/2019، القائمة الأساسية يعني اللي هنقدر نضيفهم هيلعبوا يعني واحد من 11، احنا كده قدامنا فرصة من 11 ل 20، يعني من 11 ل 20 تسجيل وإضافة لاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة 250 دولار في كل لاعب ويحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية. قدامنا 10 أيام من 11 ل 20 عشان نسجل اللعيبة، وهندفع عن كل لاعب 250 دولار ودول من حقهم يشاركوا، لكن من بعد يوم 20 لو حصل مش هنلعب بقى خالص، اللعيبه اللي هنسجلها مش هيلعب، لو الاهلي يلعب من الادوار التمهيديه مش هيلعب، الاهلي هيخسر هيطلع، ده مصيبه ما يعلم بقى ربنا، ادي اخرتها. انا بريد، السلام عليكم.